بوتين يعلن تعبئة وسط احتجاجات واعتقالات، والغرب يحذر من التصعيد. اتساع رقعة الاحتجاجات في عدة مدن إيرانية وارتفاع حصيلة القتلى. إشادة بعملية تبادل الأسرى بين موسكو وكييف، والحزن يخيم على لبنان بعد حادثة قارب الموتى. مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من حديث الميديا. أحداث عدة مشاهدينا تصدرت عناوين الصحف والقنوات الإخبارية، ونستهل هذه الجولة من صحيفة القدس العربي وتحت عنوان الإيرانيات الشجاعات كي لا يكيد الغرب بمكيالين. تشير في افتتاحيتها إلى أن الأحداث الأخيرة في إيران دفعت إلى موجة عالمية من التأييد للنساء، وشددت الصحيفة على ضرورة عدم تجاهل العمل المؤسس لدول وأحزاب ووسائل إعلام في عدد من الدول الأوروبية، خاصة في فرنسا التي تتعالى فيها أصوات اليمين المتطرف والكراهية المتفشية ضد المسلمين والأقليات واستهداف حقوق النساء التي يتم إقصاؤهن من الفضاء العام رغم وجودهن في بلدان تعتبر رائدة في مجال الديمقراطية وفي رفع شعارات المساواة والحرية الفردية. موقع الجزيرة نت ركز على اتساع رقعة الاحتجاجات المتواصلة منذ أيام في إيران بعد وفاة الشابة مهسا أميني، وتمددها من المدن الغربية إلى أغلب المحافظات التي شهدت كرا وفرا بين قوات الشرطة والمحتجين. الموقع حاور أحد الباحثين السياسيين الإيرانيين الذي قال إن السلطات الإيرانية غير قلقة تماما من تحول الاحتجاجات إلى اشتباكات وبالتالي ممارسة الضغط على الحكومة، كما ذكر أن إيران سبق لها أن تعاملت مع العديد من الاحتجاجات التي اندلعت لأسباب سياسية واقتصادية، وأنها تمكنت من إخمادها في نهاية المطاف وفق وصفه. الآن إلى موقع عربي بوست الذي عنون من جهته كالتالي: الاحتجاجات تتمدد في إيران، لماذا تخشى الحكومة هذه المرة تظاهرات الحجاب؟ نتابع الفيديو التالي. وفي سياق ذاته، وكالة أسوشيتد بريس تطرح في إحدى مقالاتها التساؤل التالي: ما مدى إمكانية أن تهدد الاحتجاجات نظام الحكم في إيران؟ الإجابة لم تكن صعبة، ذلك لأن السلطات في إيران تمكنت من تجاوز عدة موجات مماثلة من الاحتجاجات أكثر من مرة، وذلك على مدار عقود، وتمكنت أيضا قوات الأمن من قمع المتظاهرين في نهاية المطاف في كثير من الأحيان. الوكالة أضافت بأن أصعب تحد واجهه نظام الحكم في البلاد كان ما عرف حينها باحتجاجات الحركة الخضراء مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها عام 2009. الآن صحيفة لوموند الفرنسية من جهتها ذكرت أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أكد على ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية لمنع من وصفهم بأعداء إيران والإسلام من الإضرار بقيم المجتمع وأسسه الدينية. الصحيفة أيضا أشارت إلى أن هذه التصريحات تأتي في وقت تواجه فيه إيران ركودا اقتصاديا بسبب العقوبات الدولية، واعتبرت أن الخطاب يعد بمثابة تراجع كبير إلى الوراء بعد التساهل الذي طالب به سلفه حسن روحاني، الذي اتهم الشرطة سنة 2018 بالعدوانية عقب حادثة وثقها فيديو يظهر اعتداء عناصر الشرطة على امرأة تم اتهامها وقتها بارتداء الحجاب بطريقة غير لائقة. كل ذلك وصفه الصحيفة.
الآن إلى موضوع آخر مشاهدينا، بي بي سي عربي أشارت إلى أن عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا رغم تصاعد حدة المعارك والقتال بينهما كانت غير متوقعة بالمرة، وأنها تعد الأكبر منذ بدء الحرب، وتمت بوساطة تركية سعودية. الموقع ركز أيضا على ثناء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على كل من تركيا والمملكة العربية السعودية لدورهما في عملية تبادل أسرى الحرب، وأن هذه العملية تعد نجاحا للمفاوضات بمساعدة كل من أنقرة والرياض. في السياق أيضا أوردت وكالة فرانس بريس فيديو عن إعلان كييف الإفراج عن 55 أسيرا مقابل إفراج روسيا عن 215 في صفقة تبادل هي الأضخم بين الجانبين منذ بدء النزاع. نتابع. Вітаю вас з поверненням наших хлопців, наших героїв. Раді бачити. الآن مشاهدينا إلى صحيفة الواشنطن بوست التي ذكرت أيضا أن من بين أسر الحرب الذين أطلق سراحهم 10 رعايا أجانب أسروا في أوكرانيا وصديقا مقربا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقائدا ومقاتلين من كتيبة أزوف. وأضافت الصحيفة أن عدم التوازن في أرقام الأسرى المفرج عنهم فضلا عن إطلاق سراح مقاتلين من كتيبة أزوف الذين طالما وصفهم الكرملين بأنهم نازيون أثار انتقادات كبيرة في روسيا من قبل القوميين المؤيدين للحرب. الصحيفة أيضا ذكرت أن تبادل تم بوساطة تركية سعودية وحظي بإشادة من حكومات الأجانب المحررين الذين حكم على العديد منهم بالأعدام في الأراضي الواقعة تحت سيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا. الآن إلى قناة العربية التي سلطت الضوء على مشاهد للحظة وصول 10 أسرى من دول مختلفة إلى المملكة العربية السعودية. نشاهد. الآن مشاهدين إلى ملف آخر وتحديدا في تونس، حيث كتبت صحيفة العربية الجديد وتساءلت ماذا وراء تصعيد السلطة في تونس ضد قيادات حركة النهضة. إجابة على هذا التساؤل أشارت الصحيفة إلى أن استهداف رئيس حكومة سابق وإيقافه اليومين رغم فراغ ملف الاتهامات وفق المحامين وإبقاء رئيس البرلمان لمدة تتجاوز 14 ساعة ليومين متتاليين في التحقيق يعد استهدافا مقصودا لضرب رموز الحركة وبث الخوف لدى قواعدها وتوجيه رسالة للجميع مفادها عدم وجود أي خطوط حمراء أمام السلطة وفق الصحيفة طبعا. أيضا العربي الجديد حاورت عضو جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك ونقلت عنه أن التحقيق مع راشد الغنوشي وعلي العريض يعد إشارة تحول جديد في الصراع بين السلطة والمعارضة وأن هناك تصعيدا كبيرا في المرحلة الحالية. أما الآن نتوجه إلى لبنان، حيث صحيفة النهار العربي تتساءل أيضا على وقع الفواجع ماذا بعد نيويورك، وفي التفاصيل تشير إلى أن أجواء المأساة الجديدة طغت على المشهد السياسي الذي بدأ أساسا في فترة ترقب مشدودة إلى ما بعد الاثنين المقبل، بحيث من المنتظر استعادة الحيوية السياسية المتصلة باستحقاقي تأليف الحكومة والانتخابات الرئاسية عقب انتهاء جلسة إقرار الموازنة يوم الاثنين. الصحيفة أيضا أضافت أنه فيما تطلق عودة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من نيويورك العنان للجهود المتواصلة حول الملف الحكومي، فإنه ثمة مؤشرات إلى أن الأزمات المحتدمة ستشكل العامل الأشد ضغطا لإتمام التسوية الحكومية بسرعة، ذلك أن الوضع بات ينذر بتداعيات خطيرة وفق وصفها.
في السياق أيضا الحرة أوردت فيديو تحت عنوان قارب الموت اللبناني، عائلات بأطفالها هربت إلى حتفها. نشاهد. بعد إعلانه عن التعبئة الجزئية وتهديده باستخدام السلاح النووي، احتجاجات واعتقالات في روسيا. التفاصيل في مانشيت. الغرب يهدد بعقوبات، وبايدن يحذر من استخدام النووي، واعتقالات لأكثر من 1000 متظاهر ضد التعبئة في روسيا. كيف انعكس كل ذلك على مرآة الصحافة؟ نبدأ من الجزيرة التي كتبت أن إعلان موسكو للتعبئة الجزئية يعد تحولاً في مسار الحرب، بعدما أصيبت مؤخراً بانتكاسة في أوكرانيا وفقدت الآلاف من جنودها بين قتيل ومصاب. لتضيف أيضاً أن العدد الدقيق للجنود الذين تمت تعبئتهم من قوات الاحتياط في أوكرانيا سرية، لكن التصريحات الرسمية تشير إلى أن ما لا يقل عن 400,000 سيخدمون لمدة 12 شهراً، وسيدعمهم خط الجبهة على طول 1000 كيلومتر في أوكرانيا، بينما ستمدد عقود المختصين منهم لحين انتهاء إعلان التعبئة. وسيحصل أيضاً جنود الاحتياط على حوافز مالية تساوي أجور المتطوعين العاملين دائماً بحسب الجزيرة. الآن صحيفة الرؤية من جانبها تساءلت عن الفرق بين التعبئة الجزئية التي أعلنها بوتين والتعبئة العامة، لتجيب أن مصطلح التعبئة يعبر عن نقل القوات من حالة السلم إلى حالة الاستعداد للقتال، واستدعاء قوات الاحتياط مع إعداد مخزونات الأسلحة والعتاد والمعدات العسكرية، وعادة ما تتزامن التعبئة بإعلان الحرب. لتضيف أنها تعني حشد الرئيس لقواته المسلحة استجابة للتهديدات الخارجية للأمن القومي لمدة لا تزيد عن 24 شهراً، بينما تعني التعبئة العامة حشد جميع وحدات الاحتياط استجابة للطوارئ التي تتعرض لها البلاد في حالة الحرب أو شبه الحرب، كما أنها تستمر في حالة الطوارئ طوال تلك الفترة. هذا بالإضافة إلى 6 أشهر لتلبية متطلبات الحرب أو الطوارئ التي تتعرض لها البلاد. الآن إلى القدس العربي الذي كتب كالتالي: إن إعلان بوتين للتعبئة ينقل روسيا من العملية العسكرية إلى الحرب الشاملة على أمل الحسم لتحقيق أهداف 3. الهدف الأول هو استعمال قوة نارية هائلة بتدمير ما تبقى من بنيات عسكرية أوكرانية، لا سيما في غرب البلاد، لمنع الجيش من أي مبادرة. أما الهدف الثاني فهو عزل القوات الأوكرانية الموجودة شرق نهر دنيبر عن باقي القوات في غرب البلاد بهدف تصفيتها لحماية إقليم دونباس. ويأتي الآن الهدف الثالث والأخير، وهو دفع أوكرانيا إلى الاستسلام وقبول شروط موسكو بشأن الهدنة، والتي ترغب في إنهاء الحرب في أقرب وقت لتفادي وقوع تصدع في الجبهة الداخلية، بحسب القدس العربي. الآن العربية، وفي موقعها على يوتيوب نقلت مقتطفا من إعلان بوتين للتعبئة الجزئية، وعرجت على ما سمته تهديد بوتين باستخدام الأسلحة النووية حال تعرض روسيا وشعبها للخطر. نتابع. что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современным, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. الآن إلى صحيفة نيوزويك الأمريكية، وفي تقرير لها ذكرت أن الصين حذرت من أن غزو أوكرانيا أصبح مسألة حياة أو موت بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأن الانسحاب من الحرب
ليس أحد خياراته، لتضيف أيضا أن الولايات المتحدة والغرب مصممان على هزيمة روسيا. أما بوتين فلا يرى خيارا أمامه غير النصر، لتختتم بقولها إن على الغرب التفكير مليا، فيما لو أراد تحقيق نصر نهائي على روسيا فإنه يحتاج إلى التغلب على الثقة والقوة التي منحتها الأسلحة النووية لروسيا، التي تعتبر هذا الصراع مسألة حياة أو موت بحسب الصحيفة. الآن إلى صحيفة تسارغراد الروسية، من جانبها نشرت مقالا لألكسندر دوغين الذي يدعى بعقل بوتين، ويقول فيه إن هجمات القوات الأوكرانية المضادة باءت بالفشل في منطقة خرسون رغم نجاحها في خاركيف، وبهذا يشكل الوضع في منطقة خاركيف والتراجع القسري للقوات الروسية نقطة تحول. كما يضيف أن العالم اليوم يقف على شفا حرب عالمية ثالثة، وأن الغرب هو من يدفع روسيا إلى خوضها، مشيرا أيضا إلى أن هذه ليست مجرد تخمينات أو مخاوف، بل هي حقيقة ينبغي التعامل معها من خلال الدعم العسكري الكبير لأوكرانيا من قبل الغرب لكسر شوكة موسكو وهزيمتها التي لن تقبل بها دائما بحسب هذه الصحيفة. أما الواشنطن بوست فافتتحت أولى صفحاتها أيضا بانعكاسات إعلان بوتين للتعبئة الجزئية للجيش الروسي، وقالت إنها أدت لارتفاع جنوني في أسعار تذاكر الطيران المتجهة من روسيا إلى دول مجاورة، مؤكدة نفادها لدى عدة شركات، وذلك بسبب فرار الكثيرين من خدمة الاحتياط التي دعوا إليها إما خطياً أو عبر الهاتف، وذلك لاستكمال الفحوصات الطبية بحسب الصحيفة. موقع عربي بوست عرج أيضاً على ما سماه التهرب من خدمة الاحتياط بطرق شتى، منها محاولة الفرار خارج البلاد أو محاولة كسر اليد. المزيد في هذا الفيديو. ومن جملة الردود الغربية على موسكو، نقلت البي بي سي عن الحكومة البريطانية قولها إن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استدعاء جنود الاحتياط يعد اعترافا واضحا بأن الغزو الروسي لأوكرانيا مستمر ولكن في الفشل، لتضيف أن حكومة المملكة المتحدة تدين بشدة الإجراءات المستهجنة التي تتخذها روسيا، معلنة استمرار دعمها لأوكرانيا. الأخبار اللبنانية الآن، وبعنوان الحرب بدأت الآن، قالت إن روسيا افتتحت مرحلة جديدة في حربها على أوكرانيا يمكن اختصارها بثلاثة محددات، هي التعبئة الجزئية، ثم البدء بتنظيم استفتاءات لضم 4 مناطق أوكرانية كانت سيطرت عليها موسكو، ووضع خيار استخدام السلاح النووي على الطاولة. الصحيفة ترى أنها أيضاً مرحلة لم يعد ثمة مناص منها بالنسبة للرئيس فلاديمير بوتين، الذي كان حريص على عدم زج المجتمع الروسي في حالة من الحرب، مع ما سيجره هذا الخيار من تكاليف سياسية داخلية. كل ما تقدم حمل بوتين على تجرع الكأس المرة والبدء بسلسلة خيارات تصعيدية تنبئ بوضوح بأن روسيا لن تقبل بأي حال من الأحوال بتكبيدها هزيمة نكراء ستعيدها إلى حافة التفكك، أسوة بما كانت عليه خلال 90 سنوات القرن الماضي. الآن
موقع إندبندنت عربية. من جانبه عرج على كلمة جو بايدن أمام زعماء وقادة العالم في اجتماعات الأمم المتحدة التي اتهم فيها روسيا بمحاولة الاستيلاء على أراضي جيرانها بالقوة، منتهكة بذلك ميثاق الأمم المتحدة ومرتكبة جرائم ومجازر ضد الأوكرانيين، ومحذرا نظيرها الروسية من استخدام السلاح النووي الذي لن يؤدي لانتصار أحد بحسب الموقع. الآن إلى يورونيوز التي نشرت مقطع فيديو لاحتجاجات واعتقالات استهدفت أكثر من 1000 روسية ضد قانون التعبئة الذي أعلن عنه بوتين. نتابع هذا الفيديو. ترامب يواجه تهما بالاغتيال، وماكرون يدعو لإعادة توطين المهاجرين في الأرياف، وغير ذلك مشاهدينا في جولة لأهم ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي. حساب صحيفة الشرق الأوسط غرد عن دعوات قضائية في الولايات المتحدة لمحاكمة دونالد ترامب بتهمة الاغتيال وتغريمه 250 مليون دولار. المزيد من التفاصيل في هذا الفيديو. وإلى موضوع آخر الآن، وفي سابقة هاجم اليمين المتطرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي دعا إلى توطين المهاجرين في الأرياف. نتابع تفاصيل القرار من مجلة ميم. أما حساب العربية بوست من جانبه عنوان كالتالي: إحجام عن موقع فيسبوك وإقبال على منافسه تيك توك. نتابع كل هذه التفاصيل في هذا الفيديو. ما زلنا نتحدث عن مواقع التواصل الاجتماعي. حساب العربية عنوان كالتالي: لتحريضهما على العنف وتضليل الشباب، حركة طالبان تقرر حظر تطبيقي تيك توك وبابجي في أفغانستان. التفاصيل في هذا الفيديو. مشاهدينا، لا يخفى على أحد أن تطبيقات مواقع التواصل باتت مصدر رزق للكثيرين، حتى أصبحت مثلا بلدة صغيرة في الهند تلقب بقرية اليوتيوب، حيث يعمل أغلب سكانها على إنتاج فيديوهات كوميدية قصيرة تؤمن لهم دخلا ماديا أساسيا. التفاصيل نتابعها الآن.
استمروا مشاهدينا في التفاعل معنا على صفحتنا، ولا تنسوا أن رأيكم هو المحور وتفاعلكم يصنع الخبر، وفي حديث الميديا منصة مفتوحة دائما لآرائكم. إلى اللقاء.